أهلا ومرحبا بكم في أمة الدنيا مصر. ولكن لماذا سميت مصر في أمة الدنيا؟ أنا توبياس كاوزي نائب سفير الاتحاد الأوروبي هنا في القاهرة، وسأحاول معكم اليوم الرد على هذا السؤال. فهيا بنا. مصر لها أطول تاريخ مستمر لدولة، ويمر بها أطول نهر في العالم. فكما تغنت أم كلثوم في قصيدتها الراعية: النهر الخالد ينيل يساخر الغيوم. فهل هذا السبب؟ هل يكون السبب أن المصريين القدماء بنوا هذه المعجزات المعمارية، أهرامات الجيزة، 25 قرناً قبل الميلاد؟ أو هذا التمثال العظيم خلفي هنا أبو الهول؟ أو ممكن أصل لقب أم الدنيا هو أنه الإسكندر الأكبر أسس مدينة الإسكندرية سنة 333 قبل الميلاد؟ مش متأكد. تتميز مصر بالتسامح والتعايش، فهل هذا سبب؟ هنا مسجد عمرو بن العاص، ثاني مسجد بني في مصر، أقدم وأكبر مسجد في أفريقيا. هنا الكنيسة المعلقة، وكانت في الأصل قلعة بابلية. هنا معبد ابن عزرا، وهو من أقدم المعابد في القاهرة. يقول بعض المؤرخين إن تسمية مصر بأم الدنيا لأسباب ثقافية ودينية وحضارية، وفي برضو من بيقول عشان اللهجة المصرية الجميلة المنتشرة في العالم العربي، عشان الأفلام والأغاني المصرية. بس يعني بغض النظر عن الأسباب، فسنظل نحب مصر، وستظل مصر هي أم الدنيا. شكراً.